رسالي هذه المرة عن تحركات الأسواق العالمية مع أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إيكويتي جروب. أهلا بك أحمد. يعني ماذا نترقبه أحمد لتحركات الذهب والدولار اليوم فيما يخص توجهات ومراقبة محضر الفيدرالي؟ صباح الخير رندا وسالي. نعم، محضر الفيدرالي الأمريكي هو قد يعتبر واحد من المحاضر الأهم. عادة المحضر لا يعتبر مهم جدا لتحركات الأسواق، لكن أعتقد هذه المرة قد يكون مهم جدا، خاصة السبب الوحيد هو انقسام الآراء بين توقعات الأسواق وبين توقعات الفيدرالي الأمريكي. بكل تأكيد توقعات الأسواق باتت تسعر إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في منتصف 2024، لا بل باتت تتوقع إمكانية التخفيض بنسبة 30% في شهر مارس 2024، شهر 3 2024. فبالتأكيد الأسواق باتت تتوقع تخفيض أسعار الفائدة، بينما الفيدرالي الأمريكي لا يزال يلمح إلى إمكانية البقاء على الأقل لتجديد السياسة النقدية أو دورة تجديد السياسة النقدية على حالها للفترة القادمة، خاصة مع الأرقام الاقتصادية الأخيرة. بكل تأكيد رندا، عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية، التضخم على ما أعتقد لا يزال بعيد بعض الشيء عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. ذكر جيروم باول في إحدى تصريحاته بأن رقم واحد لن يكون كفيل، وحتى أربعة أرقام لحتى الآن 4 أشهر نحن دون 4%، لكن 4 أشهر ليست كفيلة للوقوف على أن أرقام التضخم قد انتهت، قد الفيدرال الأمريكي قد قبح جماح التضخم، خاصة مع النبرة الواضحة من أعضاء الفيدرال الأمريكي أو بعض أعضاء الفيدرال الأمريكي على أن إمكانية حتى رفع سعر الفائدة بات وارد. اليوم أندرو بايلي قد ذكر، مدير المركزي البريطاني، ذكر بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة لا تزال واردة. اليوم أستراليا أيضا ذكرت بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة. فعلى ما أعتقد البنوك المركزية لم تتخلى على النبرة الصقورية. قد يكون هناك شيء واضح اليوم في البيان بأن تخفيض أسعار الفائدة لم يتم مناقشته، لم يتم توقعه، لم يتم حتى الحديث عنه من قبل أعضاء الفيدرال الأمريكي. فبالتالي قد يكون هناك بعض الإشارة إلى أن تخفيض أسعار الفائدة هو تسعير من الأسواق فقط. يعني أحمد، كما ذكرت، يعني أيضا كان هناك محضر اجتماع المركزي الأسترالي اليوم، وأيضا كما تحدثت البند الرئيسي هو معدلات التضخم، الثبات عند هذه المستويات لربما قد تفتح الباب أيضا للمزيد من الإشارات فيما يتعلق من توجهات المركزي الأسترالي خاصة في الفترة المقبلة. يعني هل قد نتفاجأ أيضا في الاجتماع المقبل ونشهد المزيد من الرفع في معدلات الفائدة؟ نعم سالي، رفعت أسعار الفائدة الأخيرة من بنك أستراليا كانت مفاجئة بعض الشيء، لكن بالنسبة للأرقام الاقتصادية على ما أعتقد سالي ليس من المفاجئ البقاء حتى على دورة تجديد السياسة النقدية لفترة أطول، حتى أن أرقام التضخم مرتفعة جدا لو نظرنا إلى أرقام الأجور. على ما أعتقد الاقتصادات الكبرى قد يكون هناك شيء مخطير فيها الأجور تسجل ارتفاعات أو عالية جدا مقارنة بالتضخم. أسعار الفائدة الحقيقية بالنسبة للبنوك أو الاقتصادات الكبرى لا تزال ليست تجديدية بشكل كبير جدا، بالتالي انعكاسها على النمو الاقتصادي قد يكون بعض الشيء طفيف. فبالتالي أستراليا قد يكون هناك على الأقل البقاء على دورة تجديد السياسة النقدية لفترة أطول، ولما لا أن تكون البنوك الكبرى أيضا والاقتصادات الكبرى سالي أن تستمر على أسعار الفوائد المرتفعة، خاصة لو رأينا التضخم. الشيء الوحيد اللي هون بخوفني سالي هو الاقتصادات أو هو النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى. جميع أن أرقام النمو الاقتصادي إلا الولايات المتحدة الأمريكية قريب من مستويات المسطحة، قريب من مستويات 0%، أستراليا 0%، الاقتصادات الكبرى الأخرى، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، كندا حتى 0%. فبالتالي الأرقام قريبة من 0%، فبالتالي الخوف نصل إلى النمو الاقتصادي سلبي، بالتالي دخول مرحلة الركود في عام 2024. طيب على مستوى أسعار النفط أحمد، يعني شاهدنا بعض التقلبات من جديد، برأيك بعد اجتماع أوبيك بلس وما تقرره إلى أي مدى سوف نستمر في رؤية هذه التقلبات في السوق؟ نعم رندا، هو كوارتر أو ربع سنوي وعر جدا بالنسبة للنفط، خاصة مع العديد من التقلبات التي حصلت في الفترة الماضية. اجتماع أوبيك قد يكون مهم بعض الشيء. على ما أعتقد الورقة التي قد يستخدمها أوبيك بلس هو تمديد فترة خفض الإنتاج. زيادة خفض الإنتاج قد يكون بعض الشيء خطير جدا، خاصة بأنه بدخل بميزانية الدول النفطية. فزيادة تخفيض الإنتاج قد يكون بعض الشيء سلبي بالنسبة للميزانية، فقد يبتعد عنه منظمة أوبك، خاصة أنه الحلفاء يزيدون الإنتاج في الفترة الماضية، فما يتم تخفيضه يتم زيادته من بعض الأعضاء الآخرين. فعلى ما أعتقد الزيادة للفترة الزمنية أو الوعود بأن عام 2024 قد يكون هناك
فترة أطول بالنسبة لتخفيض الإنتاج قد تكون هي التلويح بالنسبة لمنظمة أوبك في الاجتماع، فبالتالي قد يكون هناك بعض الاندفاعات أو بعض المشاعر الإيجابية بالنسبة لتداولات النفط على ما أعتقد في جلسة الأسبوع القادم رندا. نعم أحمد، يعني وفعليا هذا ما توقعه أيضا بالنسبة لجولدمان ساكس بأن يكون تمديد الخفض الطوعي للسعودية إلى الربع الثاني من عام 2024. نشكر السيد أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي على وجودك معنا.